الو مع السلامة الو، نور يا كابتن توفيق. امتى الفل يا ابو كباتن، ازي حضرتك؟ معانا يا جماعة الكابتن توفيق محمود، كبير مشجعي الزمالك بالقاهرة. وحشنا يا ابو كباتن جدا جدا جدا. والله وانت اكتر يا كابتن هشام، ربنا العالم بالحال. يا رب الحمد يخليك لله يا ابو على كل كباتن. شيء. الله يخليك يا ابو كباتن، الله يخليك. اتفضل يا كابتن. طبعا حديث الساعة، معرفش انا هقول رأيي الشخصي، معرفش رأي حضرتك ايه، احنا مش محضرين الكلام. انا عن نفسي كواحد من جمهور نادي الزمالك زعلان جدا 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 على اللي عمله مجلس ادارة نادي الزمالك. باختصار كده، مش قد الحاجة ما تعملهاش، قدها كمل للاخر. على ماتش القمة ماشي، واللي حصل والاعتذار والكلام اللي حصل ده، وكسبنا الاهلي 3 نقط هدية ثمينة، كأن هذا المجلس متعاون مع الاهلي على اهداء الدوري للاهلي وحرمان بيراميدز منه. والزمالك في المنافسة على الدوري لا ناقة له ولا جمل، ولا هنلعب في دوري ابطال، ولا عايزين اي مركز، عشان احنا كده كده حامل اللقب في الكونفدرالية الافريقية. اتفضل يا ابو الكباتن، علق لنا على اعتذار المريب من مجلس الادارة. والله يا كابتن هشام، يعني انت جيت على الجرح، والله يعني فعلا في نقطة مهمة في البداية عاوز أقول إيه. الاختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. أكيد طبعا، كل واحد حر في رأيه. أبو الكباتن رأي ليك رأي، وأنا ليا رأي، وإخواتنا الزملكاوية لهم رأي، لكن اللي أنا بالظبط كده. أنت ليه ما لعبتش ماتش الأهلي؟ ليه أنت حابب في ماتش الأهلي؟ وكان قصادك إنك تلتحق في الماتش اللي قبليه، ماتش فاركو. ليه تخليهم يقولوا، يعني واحد زي إبراهيم المنيسي اللي يكتب في مجلة الأهلي الهروب الكبير، ويحط كمية أعار واو على الهروب الكبير؟ ليه كده؟ ليه كل الأهلاوية يخلينا ليه مسخة وكده؟ ليه؟ مجلس إدارة نادي الزمالك للأسف مجلس الخيبة والندم ماشي. الواحد يعني ندمان جدا على القرار اللي حصل منهم، وزعلان ومستاء منهم جدا 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 يا ابو الكباتن. كابتن هشام، احنا اما مشي المستشار مرتضى، قلنا كانت اكبر مشكله لي ان هو يجي يقول مش هلعب الماتش بتاع الاهلي، او مش هلعب ماتش كذا المقاصه، ونبص نتفاجئ ان في 6 مش 3 نقط يا كابتن هشام، ده 6 نقط. ده احنا بنبقى قاعدين عشان نتفرج على ماتش الزمالك يكسب، اللي هو ال3 نقط اللي بيقول عليهم ده، روحنا بتطلع طبعا، بنبقى على اعصابنا طول الماتش، وربنا اللي يعلم لو اتغلبنا. سواء مجلس سابق او مجلس حالي، حكايه الانتخابات ما بناخدش حقوقنا، ده كلام فارغ غير مقبول على الاطلاق. يعني يا كابتن هشام، انا عاوز اقول حاجه، من امتى احنا بناخد الزمالك بياخد حقه؟ احنا بنتفرج على نادي الزمالك. طب انا يعني من غير ما اقاطع حضرتك، ماشي، اتفضل يا كابتن. المجلس السابق كان له أعداء من خارج الزمالك ومن داخل الزمالك، والكل تكالب عليه وأسقطوه. المجلس الحالي بيجد التعاون من الجميع، وبالرغم من هذا المجلس في رأيي فاشل وخسرنا كل ألعاب الصالات الجماعية، لكن اللي صبرني حاجتين اتنين. إن إحنا ملكات الطائرة خدوا بطولة إفريقيا من قلب النادي الأهلي أمام النادي الأهلي. أيوة، والزمالك بطل الكونفدرالية، فصبرت واعتبرت ان دي انجازات وعايش عليها. ليه ترجعني ورا وتخسف بيا الارض وتفتح صدرك وتعمل انك مش عايز تكمل وليك طلبات وهتشتكي للفيفا وهتعمل وهتسوي وتخلي الجمهور يسخن معاك ويدعمك، وفي الاخر تخلى بينا واعلنوا قائمه الفريق امام سيراميكا؟ يا كابتن هشام، انا بس عشان الجمهور يفهمنا، انت فتحت صدرك كمل المشوار للاخر، مش قد فتحة الصدر دي ما تفتحش صدرك اصلا. كابتن هشام، هو من الاول غلط اللي هو عمله، انا شايف كده، ده وجهة نظر. حتى لو مواقع التواصل الاجتماعي عماله تضغط عليك وانسحب واعمل، ده كل ده المصلحة. انت راجل مسؤول في موقع المسؤولية، هيعملوك مسخرة. وهتهزقنا فوق يعني الاهلي. لا ده كده انا كانه هو متفق مع مجلس الاهلي انه يهديهم ال3 نقط. ال3 نقط بالظبط كده. وبعدين انا قلت كلمه كمان يا كابتن هشام، اللي هيضيع من بيراميدز الدوري السنه ده هو الزمالك. بالظبط كده. وهيدي لي الاهلي، الزمالك هيكسب بيراميدز، وبكره افكرك يا كابتن هشام.
الزمالك هيكسب بيراميدز. احنا بنشتكي يا ابو الكبات عشان الجمهور يفهم ده قبل كده كتير، سواء جمهور الاهلي او جمهور الزمالك لازم يفهموا ان احنا ليه بنتكلم عن الاهلي، عشان احنا شعرين بالظلم، عشان الاهلي بيتجامل، عشان الاهلي بيحكم، عشان الحكام بيجاملوا الاهلي، الاهلي لازم يكسب، فاحنا بنشتكي من الظلم، فتقوم تعمل حاجه تساعد بيها الاهلي انه ياخد مزيدا من الدوري، وحاجه ضد بيراميدز والصالح الاهلي، ده اللي بيضايق يا ابو الكباتن. احنا كان الكلام ده اللي هو عاوز يقوله، الاقتراحات والبنود والبيانات اللي دي تتعمل بعد نهايه الدوري يا كابتن هشام، ما بين بعد نهايه الدوري وقبل بدايه الدوري الجديد. والله يا ابو الكباتن انا اقول عاوز، لكن عمرنا ما شفنا كده يا كابتن هشام. احترام الرأيك، عايز اللي يفتح صدره ارمي ست نقط، ارمي ست نقط يكمل المشوار للاخر، مش قدها، واحنا عارفين انك مش قدها ما كنتش تفتح صدره. بالظبط كده، وهم قالوا، هم هددوه كمان يا كابتن هشام ان هو لو ما لعبش ماتش سيراميكا هينزلوه للدرجه الرابعه. يعني اقول حاجه ولا يقدروا يعملوا كده، وانا عندي ننزل للدرجه الرابعه ونبعد عن هذا الوسط الرياضي الفاسد المشبوه، ونقدم رساله افضل لنا بكرامتنا واحسن لنا. يا كابتن هشام محدش بيحاسبهم يا كابتن هشام، هو دلوقتي اخطا كابتن لبيب والمجلس. هو انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا كان بيشجعهم مش عارف ليه يا كابتن هشام. حضرتك يعني خبره كبيره جدا ماشي وكبرنا، هل في حاجه اسمها فريق اعتذر عن الماتش يخسروا الماتش ولا الماتش يتاجل؟ لان المفروض الحكم ينزل والاهلي ينزل والزمالك ما جاش ربع ساعه الساعه 7 وربع نكتب ان الفريق ما جاش ونكسب الاهلي. احنا انت في مصر هنا، يعني مصر يعني النادي الاهلي هو بس، هو لو الاهلي لما جه قال مش هلعب ماتش الجونه مش جري ويبوسوا دماغ الكابتن محمود الخطيب وعاوز ايه وايه اللي يرضيك وقول لنا، وراحوا زاروه في البيت. راحوا زاروه في البيت، وقبل كده الكابتن طاهر ابو زيد راجل محترم جدا، لما قرر ان هو يحل مجلس اداره النادي الاهلي، يحل بالظبط كده، يحل المجلس الاداره بتاع هو اتشال فيها ورجعوا المجلس تاني، عينوا نفس المجلس المنتخب برضه، قالوا حصلت نفس الحكايه، كان في مجلس برضه اتشال. ده انا عاوز اقول لك حاجه يا كابتن هشام، الرئيس الراحل معمر القذافي ليه حديث في مؤتمر سياسي. ما انا مش متاكد يا كابتن، انا سمعتها ديت، مش متاكد اذا كان ده صوته ولا حديث مفبرك مش واضحه طبعا يا كابتن هشام، بس هو ده كلام مظبوط، كلام مظبوط. اتكلم قال لك ان في نادي في مصر اسمه الاهلي لعب ما لعبش بيكسب، يعني راجل ليدي اهو، راجل محايد اهو، وقال لك ان في نادي مظلوم اسمه نادي الزمالك. طب ما هل هو هل دي حاجه مثلا بتستخبى؟ ما كل الناس عارفينها، هم يعني جمهور الاهلي عارف الحكايه دي، بس بيقول لك اهم حاجه اللي احنا بنكسب، احنا ما بنحبش نزعل، احنا نكسب اي ماتش ونكسب اي بطوله نخشها. كسب بحكم، كسب بالعدل، كسب باللعب، كسب من غير لعب هيفرحوا. بيقول لك احنا اهم حاجه ننام فرحانين ان النادي الاهلي كسب. افهم من كلام حضرتك يا كابتن توفيق ان مجلس اداره نادي الزمالك غلطان، اما كان يلعب وما يفتحش صدره ماشي، وحضرتك بقى الجزئيه الثانيه مع لعب ماتش سيراميكا دلوقتي في الوضع الجديد اللي احنا فيه ولا عدم لعب ماتش سيراميكا؟ بالنسبه لي انا رايي يا كابتن هشام معلش، لا نلعب نلعب وخلاص، وفي نفس الوقت لازم يشوفوا مين بيحاسب، ما ينفعش كده. طب هو في كلام منتشر محتاجين خبير لوائح، ان ما يبقى في فرق بين نادي واخر خمس مباريات مؤجله، الدوري ده بيبقى غير معترف بيه. لو زادت المؤجلات عن خمس مباريات لاحد الفرق، والاهلي طبعا بيتاجل له بالزوفه زي ما حضرتك عارف. لا انا ما يعني عاوزين نتاكد من عاوزين حد خبير لوائح، لو كده الزمالك يشتكي. المظلوميه اللي بتحصل للزمالك ما يشتكي يعني، يشوفوا ايه ازاي يعني تلعب حاجة. ازاي تعمل حاجه كمان بقى، ازاي تعمل مباريات للاهلي، بتختار له مباريات نهاوه مش بالترتيب. انت الاهلي ليه مباراه مؤجله ماشي، ليه بتختار له
بالفرق اللي الاهلي يقدر يكسبها بدون مشاكل ومش عارف ايه طبعا بتبتدي دي بيها. معنى كده طويله من بي بي بيرسم الجدول كده الكابتن عامر حسين، الكابتن عامر حسين، كابتن حسين الحاج بيرسم عامر حسين لصالح الحاج عامر حسين لصالح النادي الاهلي، بيعمله بيظبطه وبعدين بس فاكر ان الناس مش فاهمه مثلا ويلعب الدور الثاني قبل المباراه المؤجله من الدور الاول وحاجه تفسد الدوري، وبعدين يعملوا السعود يخلوا فريق درجه ثالثه يبقى عنده امل انه يصعد ويحرم فرق المفروض وصلت. احنا قلنا اللي هيعمل ده كابتن هشام من ساعه دوري كورونا اللي هو من كام سنه تقريبا من 2019، هو الاهلي اللي عمل فينا كده لما رضيش الدوري يتلغي، الاهلي رفض ان الدوري يتلغي. كم ده الاهلي، جمهور الاهلي وجمهور الاهلي وكل مصر وجمهور الاهلي قبل اي جمهور كان متاكد الدوري ده هيتلغي، دوري الكورونا ده. فجئتنا وزاره الشباب والرياضه يا كابتن هشام هي والكابتن عمرو الجنايني المحسوب علينا ان هو زملكاوي انهم بيكملوا الدوري. طب على اي اساس بتكملوا الدوري وهم والله يا كابتن هشام ان جمهور الاهلي قبل جمهور الزمالك وجماهير وكل جماهير مصر عارفين ان الدوري ده هيتلغي زي ما العالم كله عمل كده. ماشي يعني في يعني انت كنت اصل انت كده كده كنت متاخر، في ناس مثلا تانيه كانوا قربوا يخلصوا الدوري، يعني في بلاد كانوا قربوا يخلصوا الدوري. ايوه صح. لكن معظم الناس فعلا لغت انت عندك هنا خلاص يعني اتاخرت كتير جدا انك تكمل الدوري من ساعه الكورونا. وكلنا بقى قلنا خلاص مش هيبدا امتى الدوري، طب والسنه الجايه هيبدا امتى؟ فاجئونا ان طالما الاهلي هو اول الدوري يبقى خلاص يبقى احنا كده هنكمل الدوري. ودفعنا الثمن جامد عبر سنوات قادمه كثيره. ايوه ولغايه دلوقتي ادينا اهو بندفع الثمن وهم مش عارفين يعملوا مش عارفين يحلوا المشكله. وطبعا مع الحاج عامر حسين يعني وهو عمال بيظبط الدوري لصالح فريق واحد في مصر وكده الدنيا كلها خلاص يعني شبه بقى اسوأ دوري في العالم يا كابتن هشام بعد ما كنا طيب نادي الزمالك ده الناس كلها بتحب تتفرج عليه خلاص. طيب نرجع بقى لمرجوعنا بكره الساعه 7 مساء، اغلب الظن الماتش هيتلعب لان قائمه الزمالك اعلنت تمام. فعندنا هتقول لنا حضرتك سريعا التشكيل الامثل لو حراسه المرمى فيها عواد وصبحي والشناوي تلعب بمين؟ هلعب بصبحي. المره دي هتفق معاك لان عواد متراجع خالص. لا صبحي ابتدى يتحسن طبعا هو كده كده محمد يعني كده كده عواد ما يعني انا ممكن اروح اقف مكانه، احنا مش هنفرق عن بعض كتير بالظبط كده. بس طيب. هو بياخد ملايين وانا ما باخدش حاجه. اي كره عليه بتبقى جون وما بيطلعش على الكره العرضيه. طيب خط الدفاع يعني اي حد غير عواد صراحه عادي. خط الدفاع في عمر جابر والمسلوسي وحسام عبد المجيد واحمد رفاعي ونيمار، وشوف هتحط شحاته ولا مش هتحطه. والله هو غصب عن مجبر اخاك لا بطل، هو نفس يعني هنلعب بمحمد شحاته في اليمين وعمر جابر في الشمال وهحط المسلوسي وحسام عبد المجيد. طب خط الوسط عندنا دونجا، رؤى، زياد كمال، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، ابراهيم نضاي، احمد عبد الرحيم ايشو، مصطفى شلبي، احمد مصطفى زيزو، وخط الهجوم ناصر منسي ويوسف اوباما. طيب حضرتك هتلعب في النص بثلاثه صح؟ هلعب طبعا بعبد الله السعيد نمره واحد ومعاه دونجا تمام، والثالث يعني والثالث ناصر ماهر مثلا. ناصر ماهر طبعا. طيب ناصر وخط ماهر وخط الهجوم هو زيزو وزيزو في بقى اوباما وناصر منسي راس حربة، تختار مين؟ لا هنلعب ناصر منسي. طب وشمال؟ يعني مصطفى شلبي صح؟ مصطفى شلبي موجود بكره ده يلعب. مصطفى شلبي طبعا، مصطفى شلبي كان اخر ماتش صراحه اتحسن. انا موافق على التشكيل اللي حضرتك قلته، لو ليا وجهه نظر بعد اذنك يعني هحط اوباما بدل من ناصر منسي
عشان جوميز نساك كورة. اه طبعا ناصر منسي كان جاي، احنا جايبينه شارينه ودافعين فيه فلوس، وعارفين ان هو كان هداف وكان خطير على الجول. طبعا ليه طريقه لعب مش عارف يتاقلم مع برضه. حرمنا من سامسون اتينيولا، ما بيدفعوش مستحقاته ولا عاوزين يعيدوه، والقيد كمان واقف وعاملين مشاكل معاه، مع ان سامسون اتينيولا بينفع. والله يا كابتن هشام انا شايف لازم لازم الوزاره الجهات العليا تتدخل في عشان تفك القيد على جميع الانديه مش الزمالك بس. يعني انا شايف انديه كتير زي الزمالك والكمان انديه كبيره ومش والاسماعيلي لمصلحه الكره المصريه، مش معقوله نادي واحد يبقى هو اللي معاه الفلوس كلها والاعلانات والرعايه وكل ده، وانديه ثانيه مش قادره تسدد اللي عليها، مش قادرين ينافسوا ولا يلتزموا بالالتزامات اللي عليهم. وانديه ونادي ثاني انت مريحه خالص ومعاه فلوس يشتري اللعيب اللي هو عاوزه من احسن اللعيب، يقدر يجيب احسن لعيب في العالم. طيب الفلوس اللي معاه. احنا في ختام المداخله بنشكر حضرتك جامد جدا، تحب حضرتك تضيف حاجه؟ بقول يا كابتن هشام ربنا يعني يعدي الازمه بتاعت الزمالك دي على خير. امين. ويا ريت ما تتكررش تاني حكايه ان انا ااجل ماتش او انسحب من ماتش او اعتذر عن ماتش باي يعني تحت اي مسمى. تمام. ما ينفعش اي يعني، يا ريت بقى ننسى الحكايه دي. عم في طرق تانية كتير، انت ممكن تلجا للفيفا، ممكن تلجا للمحكمه الرياضيه، ممكن تتكلم يا رب اي محكمه اي حاجه زي ما الشيبي عقبوه ظلما وعدوانا على انه واخد حكم سنه مع ايقاف التنفيذ على الشحات. اشتكى للفيفا وللمحكمه الرياضيه. فجمدوا عقوبه محمد الشيبي. ايوه يعني في طرق اهي وفي حلول. في حلول كتيره يا كابتن هشام، انت ممكن يعني انت ممكن تظهر الظلم اللي وقع عليك وكده باي وسيله ثانيه غير انك تلتهم او تعتذر، لان الحكايه دي بتضايق الجمهور والله بتضايقنا. على العموم على العموم يا ابو الكباتن شرفتنا ونورتنا. الشرف لينا يا كابتن هشام ومسكرين جدا. الشرف لينا طبعا. وكان معانا يا جماعه الكابتن توفيق محمود كبير مشجع الزمالك بالقاهره، شكرا جزيلا، مع السلامه يا ابو الكباتن. الله يسلمك يا كابتن، مع السلامه.